بعد سنوات من تعليقه، ها هي الحكومة تقرر رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات في خطوة مشروطة تهدف لإعادة بعث سوق يعيش على ركود شبه تام بعد تحديد حصص استيراد السيارات ومحاولة تطهير هذا السوق من الطفيليات بدفتر شروط يغربلها غربلة دقيقة. هل هي خطوة شكلية أم تكييف هدفه الحد من التهاب الأسعار؟ كيف ستوازن الحكومة بين هذا الإجراء ومساعي بناء صناعة ميكانيكية وطنية؟ وهل هي خطوة ملزمة لتفادي سخط مواطن يضع السيارة اليوم ضمن أولوياته؟ سيارات أقل من 3 سنوات ضرورة داخلية أم إملاءات خارجية؟ مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى النقاش الاقتصادي الذي ياتيكم ضمن الساعه الاخباريه الاقتصاديه ومباشره، كما يمكنكم التواصل معنا عبر رابط صفحتنا على الفيسبوك وتطرحوا اسئلتكم وارائكم. مشاهدينا الكرام، ورحبوا بالضيوف اللي حاضرين معنا اليوم في الاستوديو. يتواجد معي السيد فرحات اي تعلي، خبير اقتصادي، اهلا وسهلا بك. اشكرك على تلبيتك الدعوه استاذ. ويتواجد معنا ايضا السيد يوسف نباش، رئيس جمعيه وكلاء بيع السيارات المتعدده العلامات، اهلا بك. شكرا لك. ويتواجد معنا سيد مصطفى زبدي، رئيس الجمعيه الوطنيه لحمايه وارشاد المستهلك، اهلا بك استاذ. نشكرك على تلبيتك الدعوه. مشاهدينا الكرام، نترككم مع تصريحات وزير التجاره السيد بختي بالعايب ثم نعود بعدها، لا تذهبوا بعيدا. On va lever cette interdiction dans le cadre de la loi de finances 2017. Inch'Allah. Et puis, on va mettre un règlement qui permet au moins de ne pas importer des véhicules qui présentent des dangers pour la circulation, pour l'individu lui-même. L'essentiel, c'est que ce marché devienne un marché transparent et où l'acheteur il a des garanties suffisantes. Très souvent, le marché d'occasion, quand on a un SIJIBU, il joue des véhicules plus performants, bien que d'occasion, et beaucoup moins cher. Et beaucoup moins cher. Vous savez que nous sommes dans une درجة où une السيارات حتى هذه تاع سوفا كانت تنتج خصيصا للسوق الجزائري، ضعيفة في كل المقاييس، يجيبوها رفع هذا القرار مجسد في القانون المالية، ما يخدمناش لا مع علاقتنا مع الخارج لا يخدم السوق الداخلية. تحبي ولا تكرهي، لو مارشي دو لوكاسيون اكزيست، سوا يل اكزيست دون لا ترانسبارونس سوا دون لانفورماسيون. استاذ يوسف دباش، نبدا معك كرئيس جمعيه وكلاء بيع السيارات المتعدده العلامات، قراءتكم كمهنيين اليوم في هذه التصريحات اللي نشوفوها لوزير التجاره. والله هذا الشيء يفرح كثير، لان احنا كنا ننظروا في هذه الفكره، وانا من احد الاوائل اللي اقترحت هذه الفكره تاع استيراد السيارات ذو 3 سنوات، يعني موان 3 سنوات، ووصلت يعني كانت عندي فرصه وين تكلمت مع الوزير في موسكو في المنتدى رجال الاعمال في موسكو في الفوروم في ابريل. نعم. واقترحت عليه ووصلت نقنعه، يعني فهمت الصوره، يعني قلت له ياخذ مثال على اسمع لي كثير، وراه مشكور على هذا الفكره اللي راه طورها، ونتمنى ان شاء الله تكون يعني بدراسة عميقة، ماهوش غير هكذا يعني عشوائية من هبة ودبة يدخل السوق. مدى بنا هذه القضية هذه يعطيوها للوكلاء بدفتر شروط. لماذا؟ لحماية البضاعة، حماية المواطن وحماية الوطن، لأن عندما لك مسؤول يعني يتحمل مسؤولية. تقول أنه صاحب المهنة هو أدرى بها. سبحان الله. نعم. لماذا؟ دوك نقول لك مثلا، لو يذهب المواطن لحاله يروح يشري يقدروا يخدعوه، الغورمة مش ملائكة. نعم. كاين فيهم ثاني كنصابين وكاين كذا. أما كي يتعامل مع شركة كاين قوانين، كاين عقود، كاين محاكم، ما يلعبش معنا احنا. طب هذه هي. سيد فرحات اي تعلي، قراءة الخبير، دائما مثل هذه القرارات يكون عندها ابعاد اقتصادية، وخاصة نشوفوا في هذا الظرف بالذات. ولا كل حال، الإشكالية فيما يخص يعني سيارات أقل من 3 سنوات طرحت يعني في السنوات الماضية،
من المفروض كانت عندنا في التسعينات ما كناش به نلغيوها، كنا على الأقل نقسموا لهم هما والمتعاملين يعني في الميدان الجديد. نعم. كانت بعض الجهات اقترحت مثل، ولكن كان بعض الجهات كانت عندها قوة الضغط وضغطت أنه تلغي هذا يعني الموضوع هذا نهائيا، على أساس أنه هو الشرط الوحيد باش يدخلوا للجزائر يعني يتعاملوا معنا بصفتهم. نعم. يعني كمستوردين يعني كممولين بالسيارات الجديدة. إشكالية اللي طرحت من بعد ما أخذوا يعني شبه احتكار، كان يعني أنا تكلمت عليها عوام، كان بعض العلامات الأوروبية بالضبط اللي استعملت السوق الجزائرية يعني سوق تاع خردة سير فاكتوري. الوزير يعترف يعني شيء عجيب، وزير التجارة يتكلم على مبالغة في الفوتارو تكلمنا عليها عندها 5 سنين، ماهيش مبالغة بخمسة ولا 10%، راه نهب نهب يعني ممنهج ومقنن. اليوم نتكلموا عن موان دو 3 ans باش نقصوا على الاقل يعني من نهب هذا، ولكن الاشكاليه اللي راح تطرح في الطرح مثل موان دو 3 ans هذاك الاخر باش يتكلم على يعني الاحتكار يديه ثان الممولين يعني اللي عندهم مهنه وعندهم يعني حرفيه. ولكن هل ترى البنوك راح تمول ولا لا؟ وهل كل هذا وكلاء بيع السيارات راح يتمشوا على حساب ضبط الشروط مثلا؟ القانون الجزائري اليوم القانون البنكي يعني البنك المركزي يسمح انك تجيب حاجه قديمه ويمولها لك بالعملة صعبة ما يمولهاش، تروح تشري يعني من السوق الموازية. يعني هل ترى إذا تعاملنا مع هذا لي كونسيسيونير ملتي مارك ولا اون سول مارك ولا هي هو حرفي، ولكن انسان هذا غدوه قالو تاع موان 300 في 2000 سياره يروح للبنك ما مولهالوش، يقول له يا اخي لو كان مول لك موان 300 يجوا جماعه التراكتورات جماعه البوابير جماعه لوكازيون كامل تمول لنا، وحنا صنع فوضى في السوق. النصوص تاعنا تمنع هذا الشيء، انا مانيش ضد، انا ماذا بيا واحد يجيب لي، انا كان جيت بنكي واحد يجيب لي تراكتور نقولوا في عمره عامين من الامريكان يشد لي 20 سنه خير من القوطي هذاك اللي جابوا لي الاخر ما يشدش 3 سنين، انا نمولوا. ولكن النصوص تاعنا الاقتصاديه لازم نعاودوا فيها النظر جديا، ماهيش مؤقلمه، هذه هي الفكره، ماهيش مؤقلمه مع هذا لا فورمولا. استاذ زبدي، هل هي بشرى اليوم للمواطن الجزائري؟ لا الحمد لله، نعتقد انها بشرى اكيد، سواء شيء زبدي سواء مرت على وكلاء سيارات او لا هذيك نقطه واحده اخرى. نعم. وكلاء سيارات نخليو وكلاء سيارات جانبا. نعم. يعني ماناش حابين نزيدوا احتكار من نوع. نعم. اخر نفرحوا دابور نقولوا ان شاء الله انها بشرى خير، انه هذا مطلب تاع المنظمه منذ مده طويله. نعم. ومطلب متكرر، ولو انه في المطلب تاعنا كاين بعض الامور زدناها. نعم. نحن نطالب اللي انه تكون اقل من 5 سنوات ماهوش من اقل من 3 سنوات، لانه وللاسف الشديد السوق تاعنا راهو. نعم. فارغ، لازم نعرفوا انه السوق أقل الجزائري من 3 سنوات تمنح لك حيز ضيق، يعني حيز ضيق. نعم. اقل من الـ يعني المتطلبات السوق الجزائري هي تقريبا 400 الف سياره سنويا. نعم. احنا مع رخص الاستيراد رانا نجيبوا 90 الف يعني 20-25%. نعم. عندنا فارغ رهيب تاع 75 الف. نعم. ماذا بينا وين يكون سن السياره اقل، وين يقدر المستهلك انه يروح يقتني ب يعني بثمن اقل. هنا يعني أحيي يعني ما قاله الوزير، خاصة أنه السيارات القديمة الأوروبية والأسيوية اللي تمشي في بلدانها راهي أكثر جودة وأكثر أمان من السيارات من بعض السيارات التي تسوق في السوق المحلي وهي جديدة. زد على ذلك، أنا تعتبر هذا سيد زبدين ضعف المطابقة عندنا هنا في الجزائر مثلاً؟ طبيعة الحال مشكل كبير. نعم. تاع الهومولوغاسيون تاع مطابقة السيارات رانا بعاد جداً. نعم. جداً، حتى أنه بعض السيارات يدير مليح في بالك بعض الماركات لو كان تخرج من الحدود الجزائرية فهي غير مؤمنة. نعم. عندك علامة مثلا في الجزائر تروح كاين يعني مصالح ما بعد البيع. نعم. تروح تونس تحلك كومبام يستعرف لك شبيها. نعم. لانه مخدومه لتلك البلد او لتلك المنطقه. نعم. النقطه الثانيه تاع انه طرحت عليا نقطه هي هل ترى عن طريق الوكلاء ولا عن طريق الخواص. لازم نعرفوا حاجه انه المواطن الجزائري ما هو صغير باش نديروا له وصايه ولا. نعم. باش نديروا له ناس قاصر يعني سيد ماهوش قاصر. نعم. باش نديروا له ناس هما اللي يروحوا يجيبوا له طوموبيلات ويبيعوها له يعني. وردا للاخ يوسف، اخ يوسف راك تتذكر مليح كي تقول كي راك قلت باللي يروح الى الخارج يخدعوه، وهنا ماهمش يخدعوه فيه اخويا يوسف. اسمح لي يوسف خليني نكمل. وهنا ماهمش يبيعوا له في لي فيكول اكسيدونتي اخويا يوسف، هنا ما راهمش يبيعوا له في لي فيكول 2015 وهي مستوكيه من 2010 غير الرقابه سيد باش مثلا. وبالتالي نحن ضد هذا المونوبول. نعم.
باش نتفاهموا مليح يا جماعه. الاحتكار اليوم ما لا دوك اذا جاهدنا هو يقتني وشي حد. اذا جاهدنا اذا جاهدنا وكافحنا كل هذه السنين بالمطالب تاعنا والان يفتح هذا السوق باش يروح حكر على وكلاء بعينهم والولي المواطن يعني هو اللي يروح للوكيل. لا المواطن راهو كبير ناضج يعرف صلاحه ويقدر يروح لاوروبا ولا يروح لاسيا يشوف الطنوبيل اللي تساعده بالامكانيات اللي وهنا المنافسه. اذا حب الوكيل يجيب انا اعتبر ان الوكيل راح يشري 70,000 سياره الخواش راح يشريوا 10-15,000 20,000 بالعكس من المفروض الوكيل كي يجيب بكميه يشري بارخص وبالتالي هذاك اللي راح يشري السياره وحده. قول انت قول انت السيد زبدي في فكره تاعك انه الاسعار هنا راح تكون يتحكم فيها الوكلاء في كل شيء يعني. احسن مثال خلينا الفرصه تفضل سيد الباشا. اولا احنا كي هضرنا هكا ماشي احتكار افهم مليح. اوروبا يعني ماهيش سهله يعني الاوروبيين ماهمش سهلين انا نتعاملوا معاهم ما همش ملائكة. غير مع الأوروبيين فقط. يعني في العالم لازم تعرف أنا كي هدرت الفكرة تاعي ما هي حبيت نوصلها. كي تكون وكيل محترم وكيل عنده سمعة ما نهدر لكش ربي خلقه فرق كاين وكلاء اللي ما كانوش كما تكلمت كاين وكلاء ما كانوش نزهة ما كانوش مخلصين للمهنة تاعهم يوكلهم ربي ويعاقبهم القانون. هذو خلينا منهم ربي خلقوا فرق مش كاع الوكاله بونديه كاين وكاله طيبين. استاذ نباش المعيار في هذا الامر اليوم هل للناس ولا نخترقوا على لا 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 ما تلقوش الناس اسمح لي باش ما يصراش فوضى وما يصراش ترافيك. واحد يروح يجيب لك يزور وثائق سياره عندها 10 سنين ويقول لك عندها 5 سنين. استاذ نباش كانت عندنا مثلا تجربه تاع اقل من 3 سنوات من قبل وكانت مفتوحه كانت زيداش نسيتوها وشراها لا قضيه زيداش سياره عندها 15 سنه يدخلوها بتواطئ. علاش انا خليني نكمل فكره سيد فرحات تفضل سيد فرحات. كاين حل وسط يعني انا دوك ما فيش احتكار يعني حل الوسط الاحتكار مهما كان يعني واذا كان في السطوه نتاع الاداره هي اللي تقول لي وراه يعني الوكيل يعني المعتمد والغير معتمد اللي فيه ثقه واللي ما فيهش لانه الاداره نتاعنا وين دخلت ثم وين صراو الاشكاليات. يا اخي المواطن البسيط يروح يجيب والوكيل يروح يجيب اعطيه العقبه يجيب 3000 4000 ونروح نشري وحدي. اذا شفت بلي الوكيل كاين مشكل سي فرحات كاين مشكل هو المواطن كي يروح يجيب داكور. اولا راه متعرض ما عندوش خبره انسان عمره لا شرا من الخارج ما يعرفش المليون هذا تاع السيارات يخدعوه يبيعوا له السياره غير مطابقه. هذه وحده لا ماشي بدا انت اسمح لي لا خويا مصطفى لازم تحمي المواطن. سيد زبدي خلق لك مشكله مصطفى خويا هو يخلق لك مشكل في البلد كي يوصل لهنا ويصلوا مثلا يروح يجيب مثلا نعطيك مثال السيارات الديزل في اوروبا. على بالك انا اولا الاقتراح تاعي وحبيت الوزير يسمعني يمنع منعا باتا دخول السيارات الديزل الجزائر. اولا نديروا كيما سويسرا ما نستعملوش سيارات ديزل لان اولا لتفادي المشاكل. ما هي المشاكل التي سيد نباش ببساطه يعني هل انت تقول في هذه الفكره تاعك ان انتم توفروا ضمانه لهذا؟ نعم انا جاي خلينا نكمل الفكره برك. اولا الديزل يمنع الا السيارات بالبنزين. لمعرفتكم نحن نشتري المازوت تقريبا 300 مليون دولار سنويا من الخارج باش نلبي حاجيات الوطن كله. عندنا مشكل. ثانيا لا ديوكسيد دو كربون يعني تحت انبعاث من كارثه. هذه تعبئه احنا نتكلموا على هذا القرار وحنا كي نجيبوا احنا نشروا على شركات محترمه في اوروبا عندنا عقود معها نشروا عليها نجيبوا لهنا نعطيوا ضمان المواطن الجزائري نضمن له النزاهه ونضمن له كما يقول لك الوثائق ونضمن له الصيانة. شيء مهم إذا كان المواطن أنا كي نبيع له السيارة نعطي له عقد غدوة أنا المواطن ما نلبيلوش هذا الشروط هذه في يده سلاح يقدر يحميه يقدر يروح الشارع. تفضل سيدي نديروا مقاربة صغيرة في سوق السيارات الجديدة. قبل ما يتم القضاء على وكلاء السيارات متعددي العلامات كانوا وكلاء السيارات كل واحد عنده علامة. لما قضينا على متعددي العلامات لما أصبح الإنسان عنده العلامة وحكر تاعه وصرف الأسعار التهاب الأسعار لأنه ما كاش منافس واحد آخر ما كاش لي ملتي مارك اللي كانوا عبارة عن بارومتر
للأسعار، لقى روحه هو اللي حكم علامة ما يقدر حتى واحد آخر يجيب علامة، وبالتالي ارتفعت بعض الأسعار أكثر من 50%. مثلا لك المقاربة الأخرى، نفس الشيء ممكن أن يحدث إذا ما تم احتكار هذه القضية. نحن ماذا بينا يعني تكون أولا استيعاب للفكرة، نعم، تداولها دون أن تكون هنالك محدودية في تطبيقها. نعم. إنسان الخاص يحب يشري ماهوش محتاج إلى وكيل باش يحميه. يا أخي الكريم، إذا أنت تشري بالمئة سيارة وأنا نشري بالسيارة، من المفروض أن الوكيل يقدم لي أسعار، يقدم أسعار في السوق تنافسية. نعم. وبالتالي هذاك اللي يروح باش يشري سيارة واحدة ما يزيدش يروح، لأنه اليوم راه نشوفوا أسعار خيالية، يروح للوكيل. نزيد، نعم، لك حاجة واحدة أخرى يا أخي الكريم، نقولها لك بصريح العبارة. نعم. قد يكون هذا المشروع متنفس للمواطن الجزائري والعائلة المتوسطة اللي ما هيش قادرة، نعم، تقتني. قد يكون هذا المشروع عبارة عن ذلك الكأس الماء بارد الذي يشفي كما يقول لك صدور كثير، نعم، من الناس من فسدوهش، لأن قانون المالية الجاي 2017 وقانون المالية صعيب، يعني على الأقل بذرة، على الأقل نخلو متنفس. ولكن بمثل هذه الشروط التي سمعنا بها وللأسف الشديد أنه هنالك احتمال لاحتكار، خطونا من الاحتكار. المواطن الجزائري ما هوش قصر، يقدر يروح ويشري ويتحمل مسؤولية. وصلت الفكرة، وصلت. اسمح لي فقط سيد نباش، وصلت الفكرة. سيد فرحات، هل اليوم ما تخوفوش كاقتصاديين اليوم أنه تصبح الجزائر مزبلة لأسواق الأوروبية من خلال هذا القرار، مثل هذه القرارات؟ يعني لو كان القرار هذا ندير نقولوا في 2013 ولا 2012 كي جاوا لي رابال نتاع الأجراء هذوك، وين الناس تحولت يعني تقريبا 10 مليار دولار لجيوب المواطنين على أساس لي رابال تاع 2008. هذاك هو اللي طلع يعني السوق تاع السيارات 600 ألف سيارة في العام، لأن هي من 2000 حتى 2008 كانت تتراوح بين 60 ألف، كي قلعت حتى 200 250 ألف. إشكالية اليوم السوق تحتاج أموال، ما تحتاج سيارات. ثاني نتكلم على 400 ألف سيارة، 400 ألف سيارة راهي تمثل واحد 4 مليار دولار اليوم. 4 مليار دولار هذو عند من راهم اليوم؟ قانون المالية تاع 2017 هذا اللي راه خارج راح يقلص يعني القدرة الشرائية العادية تاع المواطن يعني الجزائري إلى أقصى مدى. يعني اللي يخلص 45 ألف دينار إلى الحق 20 في الشهر راه مليح. منين تجي هذا ويروح يشري ب 18 ألف اليورو؟ يعني خاطرش البنك راني نقول لك. ولكن السيارات سيد فرحات أصبحت أولوية كما قلنا في العنوان، أصبحت من الأولويات اليوم عند المواطن الجزائري. أولويات بسيكولوجية، أولويات نظرية، لأنه لحد الآن المواطن الجزائري راه كيسردوك المذبوح هذاك، ومازال ما فاقش انه الازمه قاست البلاد وقاساته هو شخصيا، مازال ما شافش التبعات نتاع. كان المواطن البسيط يشوف حل مثلا لغياب النقل العمومي، غياب عده بنى قاعديه خاصه بالنقل. ترى جابوا الفابيا، سوفاك جاب فابيا ب 308 ملايين، يعني سي ليكيفالون. يعني ما تذكروش العلامات، ما تذكروش والله. قال لك اليو راهي لحقت 270 وكل كيما راهم كل الماركات وكل زادوا ب 45%. يا هل ترى انت السياره يعني يعني سياره ماهيش عادية، صغيرة يعني. نعم. 308 ملايين روح عنديها للسوق وقف بها، ما تلقاش واحد يشري عليك، لأنه المواطن العادي اللي راك تكلم عليه ما مجيب له تاع مواندو تروازون. شحال تخرج له؟ تخرج له 200 على الأقل، إلا جابها بالنص وما انتحها، لأنه راح يشري له روب 18. والله هذا اللي يقدر يشري له روب 18. مفهوم سيد فرحات. سيد نباش، اليوم الحكومة كانت تكلمت فيما قبل أنه راح نتوجه إلى صناعة ميكانيكية وطنية، ويكون حتى الاعتمادات لوكلاء بيع السيارات لازم تكون عنده تركيب ولا تصنيع حتى لا. ألا يتناقض هذا مع هذا المسعى سيد نباش؟ والله فيه تناقض. أولا باش نقول لك، شوف أنا راني في هذا المشكلة هذا تاع تصنيع السيارات، وعندي عقد مع الروس باش نديروها. إلى يومنا هذا عندنا سنتين ملي حطينا من الدين الكالبيريف، إلى يومنا هذا ما سلموناش العقود. نعم. إلى يومنا هذا كيفاش انت الحكومة اللي ما قدرتش توفر لك عقود في منطقة صناعية تحوس تهدر لك اليوم على الصناعة وما صناعة؟ احنا عندنا وثائق، ما زلنا دوبي لو 14 افريل الى يومنا هذا ونا با لي زاكت، وعندنا لاكور، وكان عندنا كونطرا مع رواسهم ملي انت هذيك 26 جاي جايين قالوا لنا واش هذا في بلادكم ما قدرتوش عامين ما قدرتوش تتحصلوا على قطعه ارض ومستعدين يستثمروا معنا. يعني هذا بما يخص الحكومه تقوم بواجبها، توفرنا الاراضي، توفرنا المناطق الصناعيه، توفرنا الامكانيات باش نقدروا ننطلقوا. هي ديجا ما عندهاش هذا المشكل هذا، ما عندهاش هذا الحل والحلول هذا. هذه حاجه واحده. ثانيا ندير مصنع، الا ندير مصنع مثل مصنع واد تليلات غير ما كان له نديره. انا نقول لكم علاه،
لتحكم السيارة مثل التي تصنع في الجزائر، معفية من الجمارك، معفية من الرسوم التيفيا، ومعفية من الضريبة على السيارات الجديدة التي تساوي 110 ألف دينار، ومن بعد بحال أنت 156 مليون. فهمني كيفاش لحقت 156 مليون. انا راني مستورد وعندي سياره، نبيع سياره ما نسلملكش ما نقولكش العلامه، ولكن نبيع سياره من هذا النوع هذا ما نبيعوش، نبيعوا فيها 105 ونخلصوا الجمارك ونخلصوا كلش ونجيبوها من اسيا الوسطى. نعم. سبحان الله العظيم، فهمونا كيف هذه السياره لحقت. جيب لي انت باب مخدومه في رومانيا مع معمره بالزجاج بالمونت كلاس بلا غارنيتور في الكرتون، دير لي فيش ودير لي كلافيت وتقول لي درناها جزائري. واش درت جزائري؟ فهمونا، عطيونا لا ليست نتاع القطع الغيار اللي لحقت للمصنوعه في الجزائر. باش كي نعاودو نرجعو للسؤال تاعي، هل هذا يتناقض مع مسعى الحكومه لبناء صناعه ميكانيكيه وطنيه؟ شوف، اولا لازم نشجعوا القطع الغيار. اولا احنا ما عندناش، بدينا كيما يقول لك لا شاري افون لي بو، يعني ها هو الغلطه اللي راهي. لو كان شجعنا قطع الغيار، قطع الغيار اولا نجيبوا استقلاليه تاعنا. نعم. استقلالية، ما نبقاوش نتبعوا هنا نحن نشري روتويلا نروح نشري انا من الخارج. روتويلا نفابريكيها في بلادي. نعم. امورتيسور نفابريك في بلادي. نسبة يعني جوانت كويلاس ما ناش نخدموه لهنا في الجزائر. نعم. يعني حاجة بسيطة، نسجعوا هاد الاشياء هادية، نقدروا هذاك الوقت نقولوا باللي رانا اصبحنا يعني احرار. خاطر من بعد كي يكون تجي انت مصنع، دير مصنع وتعرف باللي كاين قطع الغيار الفلاني وهذا وهذا وذلك موجود في البلد هذاك، تصنع فرص عمل، تخلق فرص في قطع الغيار، هذه حاجه تخلق ثقافه. نعم. كولتور. نعم. وصلت الفكره. كولتور. احنا ما عندناش هذه. نعم. حلا جبنا سياره باش نقولوا باللي درنا سياره. نعم. والفايده ما استفادت الجزائر، حرمنا الخزينه العموميه من مداخل كبيرة من هذا السيارة اللي تركب وقت ليلات، حرمنا الخزينة العمومية. وصلت فكرة السيد باش. السيد زبدي، في بلدان متطورة وحتى بلدان اللي تكون في الجوار فقط عندهم ما يعرف بالريزو تاع بيع السيارات أوكاز، يعني سيارات المستعملة. علاش في الجزائر ما شفناش مثل التجربة؟ مسألة ثقافة، هي كلها مسألة ثقافة. الآن وين بدينا نتنفسوا وبدينا ننظموا وبدا ولات عندنا علامة واحدة ولو أنها مركبة، علامة واحدة، لأنه نتمنى أنه التركيب يزيد بنسبة إدماج. يعني مستحيل أنه نركبه تبقى في التركيب نركبه 100% جزائري، لازم بنسبة إدماج. وحسب معلوماتي حتى العلامة اللي تحدث عليها الأخ راهي زادت في نسبة الإدماج تاعها. هي مش مسألة يعني رؤية واستشراف للمستقبل. احنا للأسف الشديد كاين عدة فروع استهلاكية راهي فوضوية. دونك مثلا نهضر لك على سوق الدواجن مثلا. نعم. ما عندناش سوق المواشي، فوضى. راك شوفوا مع اخر أزمة ما ولينا نشوفوا هذا الكلام. هل هذا ينطبق على سوق السيارات ايضا؟ كيف سوق السيارات راهو عايش في الفوضى يا اخي الكريم؟ وين راهي؟ وش رغم محاولات حتى السيستم دي كوطا كلش هذا القرارات كلها. لا هذيك السيارات الجديدة. نعم. اما لو كان نشوفوا السيارات القديمة كيف لي اي قانون راهي خاضعة؟ ما راهي خاضعة لاي قانون. نعم. نعم. ولكن نحن مع تنظيم سوق السيارات. نعم. القديمة، ولكن في إطار أنه المواطن تكون حرية الاختيار. ما راناش حابين تعاودوا نتقيدوا بوكلاء السيارات ونرجعوا إلى نقطة الصفر ونرجعوا إلى الاحتكار، لأنه حاليا الآن يتم القضاء على أسواق السيارات ورانا خايفين. ومن بعد ولي أي عندي سيارة يا أخي حبيت نبيعها لك ولا حبيت نعرضها نشوف الثمن تاعها، راني خايف نلحقوا الوقت ما نلقاش وين نعرضوا سياراتنا، لأننا في طريق يعني القضاء على هذه الأسواق. لابد من تنظيمها، من هيكلتها، الدولة تدي حقها والمواطن يدي العود نخذيو عليها. سيد زبدي، لابد من تنظيمها. نزيد لك نقطة أخرى. لا. المشكل الكبير الكبير، وهنا نقدروا نقولوا انقلب السحر على الساحري، وكلاء السيارات اللي كما داروا لنا دفتر الشروط عاد لها 3 سنين. نعم. وكنا احنا كمنظمه كنا نعيطوا ونقولوا انه هذا دفتر الشروط لا. نعم. يلائم كثير من المواطنين في بعض الامور التي تضر به. الان راهم لحقوا جونفي 2017، على بالك باللي لو كان ما عندهمش تصنيع ما يقدروش يجيبوا سيارات. ولما نحسبوا عدد العلامات اللي راهي تصنع الان. نعم. ما تجاوزش 5، بمعنى انه الازمه
القادمة إذا ما تم تطبيق القانون، البائع ولا يرضي إذا الشارك. ما تم تطبيق القانون نعم. أصبحنا من استيراد السيارات القديمة لا مفر منها نعم. لا مفر منه، لأنه حتى هذا اللي رام يستورده نعم. حاليا السيارات الجديدة سوف يلزمون نعم. بغلق يعني أبوابهم. سيد فرحات، هل سنرى رسوم مثلا حتى تتحكم الحكومة في هذه السيارات المستوردة وتكون عندها مداخيل منها؟ أنا كل حال السيارات المستوردة يعني جديدة ولا قديمة تخضع رسوم جمركية في الميناء مثلا رفع هذه الرسوم حتى تكون شكلية ما يقدرش الواحد يعني يرفع رسوم من تاع السيارة بس كل هذا تيفي أو لدرواد دوان لبوزيسيون طاريفر ما يتحطوش بالسنة سنة الاستعمال يتحطو على حساب الفوترة قالت 8000 يورو 2000 يورو إذا كان 15% بلا سينندري وقديم وجديد وكيف كيفه ما يهمش، هو هذا ديفيرونس بين القديم والجديد وفي السعر نتاعو كي تجيب الفاتوره، ولكن داخليا الدوله الى حولت يعني باش تتخلط لها بين الجبايه تحوس يعني على تمكس الناس على اي اساس ما تقدرش تنظم السوق. السوق الا باغي تنظمه وتدخل الناس تخرجهم من الانفورمال للفورمال الحاجه الاولى اللي ديرها تنقص لهم الاعباء باش يدخلوا باش يلقاو رواحهم في السوق هذاك. اذا قال روح انا خاطرش راني نستنى فيك كيما بحكايه التيفيه هذه على المستعمل شيء غريب تقنيا ما تقدرش تطبقها التيفيه على المستعمل يعني. سيد نباش فيه سؤال على الفيسبوك، قاسي سعيد رغم مش هو لاعب كرة القدم المشهور هذا قاسي سعيد يطرح سؤال، هل الحكومة اقتنعت أن ما يستورده وكلاء بيع السيارات عبارة عن خردوات؟ لا شوف الآن بالك ربما زمان كان بالك هذا القرار زمان، ولكن الآن بدفتر الشروط الجديد نعم. المقاييس يعني صعبة جدا في نعم. السيارات مجهزة بكيس هوائية مجهزة بلا بي اس بكونترول كويس كونترول يعني نعم. كاين تحسن في الناحية هذه نهضروا الحقيقة يعني كاين تحسن من ناحية الأمان نعم. من ناحية الأمان دوك الجودة كاين واحد المشكل لازم المواطن تكلموا عليه هو السيارات اللي تدخل هنا اللي تمشي بالمحرك ديزل يعني بالمازوت نعم. السيارات الوكلاء ما يقدروش يجيبوا سيارات اورو 6 يعني اورو 6 نعم. لماذا مطابقة للمعايير الاوروبيه يجيبها ما تمشيش 10 ايام تخسر نعم. تخسر لان المازوت نتاعنا يعني المازوت الجزائري غير مطابق لهذه نعم. المحركات كانت مشاكل عديده مثلا ماني جاي اني جاي هاو المشكل رقم واحد يكمل الفكرة تاعو فقط كي قلنا كي قلت انايا ما يلزمش المواطن يروح هكذا برك مسكين كاين حل يلزم الوزارة تمنع استيراد سيارة ديزل ما نجيبش ديزل يا اخويا نجيب ليسونس وندير سيرغاز نخلق مناصب شغل ونريح من هذه المشكلة تاع استيراد المازوت وما نلوثش البيئة نعم شوف سبحان الله ثلاث حوايج نربحوهم عصافير بحجر وما عندناش مشكل خاطر الله غالب انا في خاطر باش الدوله في خاطر هاتي السيارات تروح تغير من الصفات اللي راح يسقموا لها ملايير تاع الدولارات ماهيش قادره الان حاليا نعم. لازم وقت لازم نعم. وقت استاذ زبدي ما بقناش الوقت كثير سؤال اخير لك استاذ زبدي هل اليوم نقدروا مثلا نقولوا انه عندنا رقابه وحتى نقدروا نديروا مقترحات نتحكم في النوعيه تاع السيارات هذه داخله لانه اليوم المواطن يبحث عن كما يقولوا الامن والامان داخل السياره ديالو راك غلط ما عندناش رقابه اخي الكريم باش مراقبه راك تهضر ما كاينش رقابه يعني. هارون قال لك غاوعطي السوق الجزائري سوق خرده بالسيارات الجديده انا هي رقابه نتحدث حتى باش ما تكونش ماذا يجب فعله ماذا يجب فعله في تكونش بعض المغالطات نعم. قال لك معاش الاخ يوسف صديقي قال لك احنا رانا نجيبوا سيارات بالامان ايرباك ما راكش عارف بلي ايرباك كان بروميير دوزيام تروزيام جينيراسيون لا خليني نكمل لك ما راكش عارف بلي ابيش كان يخلص بلي بروميير دوزيام تروزيام كاتريم جينيراسيون يدير لك ايرباك ويجيبه لك تاع 1912 نعم ويقول لك في الايرباك ما تخافش ايفن ما راهوش فقط الاسم الجهاز اللي راح نركبوه للسيارات تاعنا ولكن مدى متماشي هذا الامر سيد زبدي هذا الامر عاوزين نركبها مثلا راك غلطك انا جاتك خاطر شوف راك من فضلك يكمل فكرك كاين حاجه واحده اخرى يعني لازم نقولوا باللي لا ديريكسيون دي مين اللي راهي ترخص للسيارات نعم. يدخلوا للسوق او ما عندهمش تورنوفيس سي محمد تورنوفيس تكوين اعوان هادو ماشي هما بكري نعم. بكري في خرج مذهبيه وزير النقل يعني يلحقوا شاني نقولوا كان بكري وزير النقل
كانت لينكتا لما تم تأسيس لأنه الوقت خلاص. لما تم تأسيس لينكتا المعهد الوطني للرقابة التقنية للسيارات. السيارات الجديدة شكون كان يراقبها؟ لينكتا عنده يطلع طنوبيل، عنده دي ميكانيسيا، عنده كذا، يقول لك هذه الطنوبيل تصلح ولا ما تصلحش للسوق الجزائري. شكرا الآن جزيلا. ولات مديرية المناجم. شكرا جزيلا سيد زبدي، شكرا السيد فرحات أي تعلي، شكرا سيد نباس، نشكركم على إثراء هذا النقاش. مشاهدينا الكرام شكركم، وألقاكم غدا في موضوع آخر في نفس توقيت وعلى نفس القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.